السكري هو واحد المرض خطير بسبب المضاعفات اللي تقدر يؤدي لها على المدى البعيد إلا احنا هملنا العلاج ديالو. مرض السكري هو السبب الأول في أمراض القلب والشرايين كالذبحة القلبية والجلطة الدماغ اللي كتؤدي للشلل النصفي. هو أيضا سبب مباشر الفشل الكلوي اللي معظم الناس اللي تديروا الدياليز كتلقاهم من مرضى السكري. كاين ايضا الاصابه ديال القدم السكريه بتقرحات او تعفنات اللي كتقدر تؤدي البتر للساق وبطبيعه الحال الاعاقه الحركيه عند الشخص اللي عنده هذا المشكل. ايضا تؤدي بنا مرض السكري الى فقدان البصر ملي تتقاس لنا الشبكات ديال العين. هاد المضاعفات كلها كيتزاد عليها الوفيات ايضا اللي ناتجه عن مرض السكري. فاحنا كنعرفوا ان عبر العالم كاين وفاة كل 6 ديال الثواني.